احنا الان بشرح الحدث. طقي واحد اثنين ثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم الشباب؟ شلونكم مبسوطين؟ رجعناكم جديد عن فيفا، ان شاء الله نفتح معاكم باكجات في حد الدوري الاسباني مع الاسطور حمود. كيف حالك؟ والله طيب الحمد لله، كيف حالك؟ والله طيب الحمد لله. حمود تفضل اشرح. طيب شباب، من الحدث اللي حق الرجال اللي حق الدوري الاسباني، بعض بنش بس افضل لاعب. اذا طيب انجلترا افرح بلينغهام، برازيل في عندك فيتش رودريجو، بس عندك واحد يعني منهم بوستر الفلتسعين اللي في النص جبقى كافينجا، وين فرنسي برضو افرح، جريزمان عندك مافينجا، بولندي افرح ليفاندوسكي، وعندك جو فيليكس جو فيليكس وجو كنسيلو برتغالي، اي شيء كويس. اما الاسباني ها في راموس ايب، والاوروغواي برضو كويس، عندك اروخو وعندك فالفيردي، والماني اسطوري جندوجان. يلا بسم الله فاز، يلا نبدا. صح 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 باقي البنات. وسيدي حسن يا كابتشينو، عندكم هانسن افضل شيء، كارمونا وثينا، هذا شباب بالنسبه لي انا والله افضل شيء. انا برضه بس نبدا. يلا اول شيء اختيارات. يلا واحد لك. يلا افتح انت. بالله شوف اوكي يا شباب، انا اصلا اصلا ما راح تطلع به شيء. لا ممكن يطلع عادي، يطلع كويس بقى. ما مثل الزمن. لا مبارك. شفت كان الزمن كله مكررين. اكسل وراح افتح بك جوز رقم مضمون. اي واحد الهدية؟ ايه ما في هو ها ريح راح افتحه. كذاب. اي والله بضطر بك جوز. وحق الدور حق الدور فاصل كملته. فتحتهم اليوم. طيب لعب 95. اه صح. يا رب شيء مال ما ابغى خلاص بقى قفل ماث اصحى انت مو مبين بعد ما ادري. وال 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 ها تابع يده ما تتيه اللعبة. خلاص فود فود وقع مش كل لمدة 5 سنوات. خلاص انا تقول اشي افتح حتى ما طيع ازرق. ما ابغى ما قصرت. يعطيك العافية. الله يعافيك. والله يمشي في الجلسة قال خلاص على طول. والله بلينجهام والله يمشي في الجلسة خلاص عرفت انه هو. كيف طلع يا تعرف وين تحط في عيون المقطع؟ طلع لي اللاعب 15 مليون صدقني. وال خلاص يد 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 خلاص شباب فوز. طبعا الشباب الحين فوز غير مستوعب بالمرة. فوز باقي الحين مستوعب والله مستوعب. يلا افتح. يلا عطنا هذا كذا مرتاح. يلا شباب وين المكتب؟ خلاص بعد كمبل. والله يا خلاص وين يا شباب بتنزل الفيديو لا طعم الحظ يا شيخ. يعني في مقطع شفت الحظ اسطوري وفي مقطعي طعم القهر يا شيخ. سافج اوكي مترو حتى مو مترو ما ادري مين فلافج. هو بيلقى بس مو كويس صح؟ مترو زمبايا روح شفتها. هاي ترى باكج توكن هاي لا تقول ايش هذا ادرى وش انا ترى احفق انا ما او فهد تبي لسه تسجل على نص من نص الملعب على نص حلو على الهلال من نص الملعب بوم حتى حتبون قاعد اصور علق يعني كذا ايوه اسمين تلعب وذا حق ذا ما هذا احنا اسمين اصلا عندي عرف فوت فوت فرحان بلينجهام بيلي جو بيلي جو
بيلينغهام. فضل نفتح مو انت. فضل نفتح فهد من الصداع. فهد من الصداع فتح بقجين. اتوقع كم مهارة قدم هذا؟ خمسة خمسة؟ خمسة خمسة ومهرج. لا لا مهرج هذا هلا واقف في الهدف. انا ليش حبيت؟ طمن حالي يا شيخ. راح فوق يسوي فيني برازيلي واسمر. برا اسف تانجو. خلاص هي حتى نهي فاصل مو نهي فاصل. اي والله مو لازم خلاص. هاي قفل قفل. اي خذ لك ها كلهم كمان النادي يتعبى. ما مو لازم مو نبغى. اخر باكج راح افتحه. ما ابغى هذاك قفل كم ملف من قبل ما نفتح اصلا. اقول لك فتح بس باكج اختياري وبيض ازرق على طول كذا قال لك ها. فيلي جو فيلي جو. ها انت الحين انت حفظ لو طلع ايش انت ايش طلع ايش من الاساس اللي تبغى يطلع لك؟ دقيقه من التشكيله اللي مشي فيها اللي كان ابغى كان ابغى هانسل بس خلاص طلع لي هذا. هذا ما فيلي جو. حب كيف بموت تهدي كاس هم اوكي. هاي طلبة تشكيت خايفة مرة. دي وقف وقف وقف. لا 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 اي اي او او دقيقة يا سلام. وقف اصبر دقيقة اصبر. طيب بليه اطلق من الجزة بيرينج او شوف دريبلينج خمسة مهار. اوه هذا هذا باور شوت فينس. فيلينج جو فيلينج جو فيلينج هام. طلع عيسيان اوف خفوت اغل اوفا ما في سكي ماك من بدد اللعبة. لا وش بدأ بتصطنع عنه وحط الدكة فديدي. معلش معلش بدأ معلش دي بس دي 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 دي, دي. وقف رسلان توقف. بس خلاص وقف وقف بس دقيقة ضبط له خليه فل خليه الحين ضبط له اصبر دقيقة خلنا نهدي وسكت يقول لا اله الا الله. لكن مين معلش مورجان دي لا لا فاهمين لا 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 اي 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 او او ابغاها ليش خلاص بطلت ما ابغاها خلاص انا ابني بدارك ها. وين يا شباب وصلت الفيديو لا تنسون اللايك. هذا قاعد يبكي. والله العظيم حظ حرايس مرة. وين ما مشترك؟ اشترك مع السلامة. اشترك اشترك. يلا مع السلامة.